السلام عليكم، معكم أسامة. مثل ما تسمعوا حواليني كثير ضوضاء، وهذا بسبب الناس بالأجهزة والأغاني، وبالتالي يسبب إشكالية للمتلقي إنه يركز معي أو يسمعني بوضوح. خلينا نشوف الحين. حسيتوا بالفرق؟ أكيد، لأن التقنية المستخدمة في التلفون الثاني تقنية الـ HD Voice، تقنية الصوت عالية في الوضوح، وبالتالي الاتصال يكون أكثر وضوح وطبيعي للمتلقي كأنه معاه في نفس الغرفة. تقنية الهواتف الذكية الجديدة تتضمن هذه الخدمة، خدمة الـ HD Voice باستخدام شبكة النورس. نحن في النورس نحرص دائما على تحسين تجربة العملاء